محمد محمد تخيل انت شبهتنا واسوي حق قوي عند باب البيت. لا انا ما يتقبل علشان يمسك الطابق وبس يسني عدل. سمعي سمعي انا اقول شغله شروق احنا عندنا يعني يعني بالوضع عندنا الشباب الكويتي وهذا حبتين حتى بالسعوديه يقولونها مره حبتين حبتين لكم مره 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 اوكي تشربين قهوه مره اوكي. مساء الخير واحلى تحيه حق شروق وانا اقول قرب يا موضوع يا حمود قرب. طيبه هذه جاذبيتها مو من طلعت طلعت من الوالده يعني انت في جاذبيه اكيد من امك يعني انا ما فهمت شيء رد ولا يعني مساء الخير واحلى تحيه حق شروق وانا اقول طيبه هذه جاذبيتها الطيبه هذه جايبتها ها جايبتها اوكي جايبتها اوكي جايبتها من طل... من طلعت من من طلعت من الوالده من يعني من طلعت لويس لويس ثانك يو ثانك يو ثانكس شكرا. سؤال حق محمد الجلاد قاطع النادي والله يا بلال الشمري انا مو قاطع النادي اليوم لابس تيشيرت واسع من العاده كلها البس بديات عشان زين شو اسمه الجلاد بغيت اسال شنو اللي كان مضايقك يوم الخميس لا تردني قول لويس لويس والله وجع قلبي نوم النوم وجع قلبي نوم النوم قلبي يعورني يا وكنت يعان وهيت زين ما كان في كيك جلاد بغيت اسال شنو اللي كان؟ ما كان في كيك احنا الكيك ما لا مو مو سالفه ما كان في كيك بس انا كان قلبي يعورني بس فهموا بلا احنا الكيك حمود ها؟ احنا الكيك انتوا الكيك كله والله انتوا الكيك كله وشوفوا انتوا الكيك كله واسرار شمعتها هلا؟ شنو؟ شنو؟ شفتي الطفيه اللي طفوتيها؟ انتي شمعتنا احنا كلنا قلت انتوا الكيك كله انا سمعت هف حق قاعد اطفي وعندنا مخرجتنا على طول هفه الشمع يلا زين عشان يعني لا احرقكم اقول انتوا الكيك كله واسرار شمعتنا عشان لا احرقكم بنوري عرفتوا فطفوني انتي نورك اساسا يعني ابي اشرب قهوه يعني كل شيء نورك مالي علينا الدنيا مشكورين ما شاء الله عليكم طايرين عندكم اسلوب ويعني حوار المهم حبتين من اسرار وبس وتسلم لي حبي صمت الامل حبيبتي تسلم من فديتي صمت الامل اي نوني صح؟ نوني إيه قاعد تقول لك اعطيني احلى حبتين انت تبي احلى حبتين احلى حبتين منك وبس يعني جلاد احلى حبتين نوني طبعا لويس لويس يقول لي اسمعي لويس لويس يقول لي سلامة قلبك الله يسلم قلبك فديت روحك حبيبي حبتين لك انزين انا طبعا من عندي خلنا نعطي فتشه حق التويتر لان انا احس ان شروق تبي تاكلني والله العظيم انا حسيت حق زيد والله قاعد طالع يمكن قاعد افكر يمكن اعطي حق زيد حقته والله قاعد افكر لي خلق اكرم ولا ذا عطيك خلاص دام كذي عطني دام كذي هاك كذي دام كذي عطني والله هاك خذ يا معود انقر شروق ماله خذ تقرا خلنا نجيب كيك خلنا نجيب كيك ورد خليني اقول لك ليش لان انا دائما ارد عليهم برا الاستوديو يعني ايه يعني انا دائما ارد عليهم زين ايش قاعد تسوي؟ علشان انت اسمك نفس اللمبي خلص خلاص اشوف معاك تاكد تاكد راشد ابلش؟ اي بلش انا ابلش روح ردي ردي مكانك زين يا جماعه لو سمحتوا ابي جمال يوصلني اذا قاعد طالعني في تلفزيون المطبخ يجي لي الحين زين عندنا راشد سعود يقول منورين الشاشه هجور يقول يحفظكم دام حمود جلاد بينكم يا سلام من هذا؟ هجور كويت هجور على راسي يا هجور والله عندنا عندنا ريون 22 الجلاد شنو معور قلبك توك انت ريون لا هو ما قال شو اللي معور قلبه انتم قلبي قلبي يعور لا يعني حمود انسان وساعات قلبه يعوره وشي يعني انا انسان ترى حالي حال البشر يعني قلبي اذا عورني يعني اضطر اني اخذ يعني عندنا جود بين يعطيك العافيه محمد زيد فديناك والله محمد زيد كلك ذوق ما يصير قاعد تمدح لا ما ما ابي اقرا خلاص ما يصير عندنا متجور لحظه الفيسبوك عيال كذي ما راح احلى حبتين لك حمود الجلاد احلى حبتين لك يا يقول لك هالتان الصعب ها يا صعب منو هذه؟ متجور متجور؟ متجور متجود ولا متجود؟ متجور بالار اسمها متجور؟ اي اتوقع يعني متجور حبتين لك والله للحين يعني انا اول نزله يعني محمد رضا ابتسم ابتسم لا ما اعرف بعد تقرير بعد تقرير بعد تسمع روح قاعد روح قاعد بقعد مكانك زين قاعد اقرا انت مو قريتي في شيء يعلق معاي خليني انا اقرا عطها عطها تقرا عطها خل لحظه اسرار نورتي ريون تقول لك اسرار اللاهيه شكرا حبيبتي قاعد اعدل المايك ليو داي يعطيك العافيه فاتنا التويتر غلاكم عندي محد يساوي والتي في وجودكم لا احساس ثاني اهداء لكم وبالاخص السورة والجلاد شكرا منو؟
فاطمه التويجري. على راسي يا فاطمه التويجري. غريبه جود سبعه وينها اليوم مو موجوده. شكرا فاطمه التويجري حبيبتي. ادور لك اياها. والله اي والله. دوما سعود يعطيك العافيه. هجور هلا السوره منوره. جلاد ابيك تغني ما هي الليله وبس. حلوه الاغنيه ان شاء الله. انزين هجور مساء الخير منورين احلى حبتين لكم. وين اسرار؟ كاهي اسرار ترى والله تشوفوني كاهي. انزين مساء الخير عليكم شلونكم؟ محمد جلاد انا احبك وايد 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 وابيك تغني قال الوداع مو حافظها بعد. احلى حبتين. لا اليوم محمد غني لنا اغنيه ويلي مالت البلوشي. اي والله صدقت وكذب اي والله فشت وايد قبل لا تجي الاغنيه. عندنا سيارته ذبحنا بالاغنيه ما عنده غيرها. قلبي باقي كل باقي منه كل السيديات كنت ارد لك اياهم حرز الله باقهم. اليوم ضبطت سي دي جديد. ماكو سياره وين احطهم وين بالكوريلا الكوريلا شريط ما في كسر سي دي كش كسر لما تردين البيت وعد لما تردين البيت سمعت وفي بيز ورا وشي يعني كني دي جي ورا انا اصلا. زين اذا جبت سياره كل واحد فيكم من خمس سيديات كل واحد خمس سيديات. يلا بس انا سيارتي اللي راح اجيبها اغاني منها وفيها جايبتها من المريخ. كمل زين بس خلينا نكمل باقي اخر شيء. بيس كويت مساء الخير كلكم جاذرنج شروق انت طالع اليوم قمر ما شاء الله عليك. ثانك يو. هواي السلام عليكم مساء الخير عليكم عاش من شافكم مشتاقين لكم. شروق اليوم راح ارمي شنستاين لكم احلى حبتين لكم من هنا مصيبه عليكم يوم تروحون ولا ما ادري منو قالت كل يوم ممكن يوم الاثنين اربع ما هذا صوت منه على راسي يا بلال المتح بس اول شيء خلصت خلصنا ما راح نشوف شريفه اذا في عندك جديد اقراه زين شريفه صوتها تغير توا زين خلاص ما في كومنتات صح؟ زين خلاص اعطيني كانت تعبت انا اقول كافي كافي قرينا مسجات اي بس يعني اقدر موضوع حلقتنا اقول يلا نشوف موضوع حلقتنا دام وايد موضوع حلقتنا اليوم وايد متحمسه عليه بابا حلقتنا وايد حلو شكلها محافظه زين ممكن بس شغله بس بس لا 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 شغله توني انتبه عليها وايد في ناس يقول لي شوق بس للتصحيح فقط يعني انا اسمي شروق في راء باسمي فهو شوق احلى من اسمي بصراحه بس انه يعني للتصحيح كملي حبيبي اوكي حلو حلو موضوع احلى بعد احلى من هالموضوع هذا شوق شروق انا شوف غير الموضوع زين غيري ايش تبي؟ الموضوع اليوم ان البنات عندنا لا لا خلاص جد بسم الله الرحمن الرحيم عندنا الموضوع حنتكلم زين موضوعنا اليوم اللي هم الزوجات الامهات اللي هم يعتبرون نفسهم مراهقات مثلا عشان نوضح بالضبط عندنا بنات حريم 40 سنه و30 قول 30 سنه توها صغيره 40 44 50 60 تشوفها تقول عمرها 23 سنه واذا طقيت طقيت 28 سنه من بوتكس من تجميل جسم من تجميل كله حتى ايدها تسويها تجميل ايدها تسويها تجميل تجاعيد وخلاص عشان التجاعيد هذا كله انا من وجهه نظري انا اعيد بشرط واحد شببي نفسك كثر ما تبين بس لا تهمل عيالك بالذات اذا عندك عيال صغار عيب وان انت يعني تلهين عن سواء مطلقه سواء متزوجه كيفك هذا شيء راجع لك كل واحده لها حق تعيش حياتها حتى الستايل يعني الستايل مو احسن منه اذا واحده 40 تاخذ ستايل مثلا عشرينات او اقل شوف اذا شكلها يسمح ان هي شكلها عمرها 40 بس شكلها يسمح انها ماخذ ستايل ال 20 اللي هو محترم مو على بنا ستايل 20 تتفسخ انا عندي عادي بالعكس حلو ما تحس شبابها ولا حتى لما تصير عيوزه تتشبب بالعكس بس انه ما تقعد تقلب هذا كله على بيتها مثلا اذا متزوجه ما تهمل ريلها 24 ساعه صالونات و24 ساعه عيادات و24 ساعه سفر تجميل وريلها ما تدري عنه كلش زين احنا ليش ما نقول مثلا اسرار انه مثلا اللي هي طوف مثلا ال 50 او ال 60 حلو انها تكون مهتمه بنفسها كانها هي كستايل جمال مثلا تهتم بجاذبيتها بشعرها بهذا بصحتها برشاقتها صح نفس ما قاعد تقول مخرجتنا هم ان تكون بس هذا وين؟ هذا بالبيت يعني حق يعني ريلها حق عيالها يشوفونها ان هي للحين ما شاء الله هذا ولما تطلع بعبايه حق احفادها لما تطلع سوري عفوا لما تطلع في يعني سوري يعني في لبس محتشم وايد درب حق الاعمار الكبيره هذه انا محتشم ايش قاعد اقول لك انا؟ لكن انا مثلا مو شرط ان لكن انا مثلا انتقد مثلا يعني انقد على مثلا اللي اشوفها واحده عمرها 60 سنه لابست لي ذاك اللقنز الضيق ولما تمشي يعني يمكن بنتها اللي عمرها 19 فيها خشونه ورجوله
بدنا اقدر من امها يعني. انا من قلت انها تقلد اللي ب 20 سنه و 25 سنه البنات باحترام يعني. باحترام يعني ما فيها شيء لو لبست درس قصير مو قصير قصير بس يكون فلو وهي عمرها 60 ومسويه شعرها كبه مسكره شعرها حلو درب يا صح عمرها 60 قاعد اقول لك احنا احنا لبس الدرب والعبايه ترى حلوه يعني انت شايف السعوديات شكلهم بالعبايه انا عندي البنيه السعوديه بعبايتها وحجابها وكذي وجنطتها وبزانتها ترى العبايه لها اشكالها احلى من البنيه اللي عندها سفور انا ما احب ستايل البنات المتحجبات بالكويت عندنا ما يعجبني الحجاب بالكويت مو كلهم اغلبهم اللي يحطوا لك اللي يحطوا لك سانكست وروب قليل وباص يعني فيها قليله الصفرة طالعه اغلبيه لا والله اسمع لا بالعكس صاروا يحطون شو اسمه هذا جلاس بنت بير الحجم العائلي اذا اذا هي يعني ما تشكل فهي تحط لك هذا حيل 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 شويه هذا لا في وايد لا وايد روح اشوف اغلبيه يعني السال متحجبات وايد حلو روح افنيو روح 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 360 امس كذا هناك لا في كل مكان صار في طبعا شو اسمه اسرار مو بس طبعا احنا قاعد نتكلم عن اللبس حتى طريقه الشعر يعني 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 في حريم يعني مثلا هي عمرها نسبه قاعد نقول 60 سنه تصبغ شعرها صبغت وحده عمرها مثلا 17 18 وتوها يعني هذه هذه اللي عمرها 18 17 تو بعز مراهقتها ولا ها مو يعني يعني مو كل اهل يرضون ان البنت هذه تسوي الستايل هذا هذه لا هذه صبغها الصبغه هذه خليني اقول لك شغله انا اشوف بالعكس خلينا نعطي مثال يقرب يعني مثال العالم كله العربي قاعد يتكلم عنه مثال نجوى كرم ما شاء الله يعني عمرها يعني مو صغير عمرها انا هي زين اعتزل البرنامج من كبره زين يعني عمرها مو كبير وايد زين ولا صغير حلو بشوف ما شاء الله السائل الكل يمدحها لا كبيره نجوى كرم نجوى اوكي بس مو مبين عليها يعني اللي شوفها نجوى كرم خلينا نقول مثلا طقت كم يعني هل تعرضت كشكلها؟ مثلا شوف يعني خلينا نقول مثلا بالثلاثينات او 35 لا 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 40 40 انا 40 نجوى يعني مثلا خلينا نقول مثلا نجوى كرم بال 40 بس هي بس صدق زين خلينا نقول شنو كان عمرها وكبيره هي 63 بس هي لا لا بس اول شيء يا جماعه احنا اول شيء قاعد نتكلم عن والله لو عمرها يعني 60 حلوه ان هي لبنانيه يعطيهم الف عافيه طبعا الحين نوجه تحيه يعني حق كل اللبنانيين يعني وهذا فنانه وفنانه يعني هي لبنانيه وفنانه في لبنانيين احنا عندنا فئه اللي هم وايد يكونون يعني ملتزمين ومحتشمين وشي هذا في عندنا لبنانيين احنا نسميهم الفري يعني نجوى كرم يعني فنانه وفري تضطر تلبس تضطر تلبس وتسوي وتعطي 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 ستايل وشو حق نفسها عشان تجذب جمهور معين ولا تنسين ان هي كل سنه كل سنه يعني الفنان دائما كل سنه يطلع بلوك جديد هي اللوك مالها هذا قاعد يعطي مثلا ستايل البنات اللي الحين عرفت هي التينيجر الصغار هذا ومثلا يعني يعني انا ما اقدر اني مثلا احكم عليها ان هذه لانها فنانه لكن احنا قاعد نتكلم عن الزوجات المراهقات اللي هم بالخليج يعني أكثر. يعني بالخليج يعني مثلا انا قلت المثال ان اشوف يعني اهتمامها بروحها إيه يعني ما شاء الله اهتمام نقارن. اول باول يعني مثلا لما تيتا بتقول لي مثلا هذه اللي تغني اغنيه تايتانيك نشوفها مثلا الفنانات بال يعني بالناس العاديين يعني انا ما اقدر ان انا اقارن نجوى كرم بام مثلا خليجيه عايشه بالكويت لا انا قاعد اشوف لا احنا خلي ما كنت عن الزوجات هو قال لك هذه فنانه انا ما اتكلم من الزوجات الحين انا قاعد اتكلم من كبار العمر بس اهتمام وايد هي هذه فنانه يعني هذه ستار وهذه يعني من بيئه ثانيه خلاص خلاص اعطيكم مثال عطر مو شايف في فنانات في فنانات كبيره يعني عمرهم كبير مو قاعد يحتفون يعني بشكلهم ولا شيء احنا مثلا احنا هنا على مستوى الخليج مثلا مثلا يعني انا مثلا احب مثلا الفنانه سعاد عبد الله اوجه لها تحيه من هني واشوفها انه ما شاء الله عليها يعني هي كبيره بالسن مهتمه بشكلها مهتمه بهذا بس مو نظام بوتوكس الشفايف إيه بس يعني إيه ما اعطتك انه والله انا شافت نفسها هي كبيره تقول لك والله اروح اسوي عمليات وهذا نفس الفنانه حياه الفهد من وجه لها تحيه يعني هذه الفنانات وكبار وهذا قاعد يلبسون اللبس المحتشم يعني استحاله مثلا تطلع لك استحاله تطلع لك سعاد عبد الله مثلا والحياه الفهد لابسين لك لبس يعني ان انت طالع تقول شنو هذا يعني او انه مثلا هي وصلت مثلا عمرها 50 ولا هذا لابسه لبس مو ستايلها ما يصير هي هي بدربتها بشكلها باسمه حماده بعد باسمه يعني حماده وايد في في وايد فنانات يعني ما شاء الله عليهم اعمارهم كبيره بس هم للحين طلعتهم حلوه يجذبونك باسلوبهم وطريقتهم امل 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 اخ الطيف امل هم مره استضفناها بالاستديو هي كبيره منو امل؟ وعندها عيال بعد الفنانه طيف بس ما شاء الله وتمثلت ادوار انها هي ام 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 اللي كانت مسلسل الجليب اللي كانت مسلسل الجليب وحين بمسلسل رصاصة حمامة رصاصة رحمة او شيء كذي رصاصة حمامة اللي هو هذا المسلسل ما عجبني وايد مليق
دورها حلو ان هي ام الزوجة عندها تضبط الدور اذا هي صغيره وتضبط الدور اذا هي كبيره، وترى هي كبيره بس تلبس جنزات وتوبوتشي.